أشهر عديدة من الإضراب لم تشفع للطلبة بكلية العلوم بجامعة بومرداس لعدول الإدارة عن قراراتها التي وصفها هؤلاء بالتعسفية في حق زميلين لهم طردا حسبهم من المقاعد الجامعية دون وجه حق. دوز ايتيديون تاع بيولوجي حوزوهم بدون أي حق. نهار ولينا القانون كامل جاو أساتذة جاو مسؤولين هنايا قال لك سي بون هذول لي زيتيديون عندهم الحق. موراها كاينين الناس هنايا تتلاعب مصالح الطلبة يعاودو يكريو دي بروبلام دي زوتر بروبلام اللي خلاو الجامعة تلحق الانسداد هذا. رانا دخلنا في سبتمبر عندنا 7 شهور لحد الآن 5 شهور قراف وشهرين قراية. لك دي بروف يروح يقري وليده يعطي له سيجي هاوليك يعطي له سيجي يعطي له وليده 17 ولي زيتيديون الاخرين كاع 5 3 2 بات يمارسوا تحرشات على الطلبه تهديدات وبزاف شغالات. وكان واحد هذا البروف تاع الفوت هذايا كي رحنا له قلنا يا استاذ خرج سوجي يا خرج سوجي كيفاش نجوزوا لك زاما لازم يتعاقبوا هذا. واش قلنا ان زيرو كوليكتيف الفا الا في رابور قدام شيف ديبارتمون وقدام الطلبه وكاين شهود قال لهم ان زيرو كوليكتيف ال 260 طالب صفر جماعي. وقال روحي عند دوايا غلقوا بومرداس الا حبيتوا تغلقوا الحدود روحي عند بوتفليقه وما نستعرفش بك. كيف يتم اعطاؤنا علامات اقصائيه متمثله في علامه صفر رغم جهودنا الكبيره التي بذلناها؟ التنظيمات الطلابيه في بومرداس التي تحالفت لتقف صفا واحدا ضد ما اسمته الحجره وتدخل في اضراب مفتوح لم تحقق اهدافها المرجوه وهي الان تعد بالتصعيد. هم يدفعوا فينا التصعيد والاحتجاج باش تبقى هكذا وليد الشعب ما يقراش. إلا ما اتخذوا حتى قرار رايح توسع الحركة الاحتجاجية وإحنا واش نقولوا مسؤولي ولاية بومرداس قام متواطئين فوش راه يصرى. الإضراب وإن كان من أجل استعادة حق المهضوم إلا أن الطلبة أبدوا تخوفهم مما هو آت. ممكن لا قدر الله تروح إلى حد نهاية سنة بيضاء وهذه السنة بيضاء حيكون عندها أثر سلبي كبير على جامعة بومرداس وعلى جميع الوطن. أنا كرهت لقراف ما تسألناش كاينو من نوضو صباح يقرا مي البروبليم شوفوا حل كاع لقراف. هذا هما لي ريسبونسابل تاوعنا ما يسمعوا بوالو راكدين يسمعوا غير بولادهم واش خصهم واش ما خصهمش. طلبة أنا أولاد الفلاحين ما راهمش يقراو. ما يحدث في كلية العلوم زلزال يهدد استقرار جامعة بومرداس بسبب تعنت الإدارة التي رفضت بشدة استقبالنا من أجل توضيح ما جاء على لسان الطلبة أو تبرئة ذمتها من تهم باتت تثقل كاهلها.